بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ألتقي بكم اليوم في فيديو ولقاء بموضوع مختلف عن المواضيع التي لطالما التقينا فيها طوال السنوات السابقة، وهو لقاء الشكر والعرفان وأيضا لقاء الاعتذار والإعلان. أما الشكر والعرفان فهو لله سبحانه وتعالى، ثم لهذا الشعب الكويتي الأصيل، وأبدأ بوالداي حفظهم الله ورعاهم وأسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة وجيراني وأصدقائي وكوادر الحركة الدستورية الإسلامية وناخبي وناخبات الدائرة الأولى وعموم أهل ديرتنا الغالية الذين أكرموني بعد الله سبحانه وتعالى بثقة كريمة ونجاح متكرر على طوال 5 فصول تشريعية تشرفت فيها بتمثيل الأمة والرقابة على الحكومة والتشريع لدولتنا الغالية الكويت. فالشكر لكم جميعا، وأعجز عن التعبير عن امتناني وعرفاني لهذه الثقة الغالية الكريمة المتجددة. أما الإعلان والاعتذار فهو اعتذاري عن خوض الانتخابات في هذه السنة، واعتذر لكل من قد يزعجه أو يفاجئه مثل هذا الإعلان، ولكن لدي من الالتزامات والارتباطات الشخصية والخاصة ما يمنعني من أداء الأمانة على الوجه الأمثل تجاه هذا الوطن العزيز. لذلك اعتذر عن خوضها وآمل منكم التماس العذر وتفهم مثل هذه الظروف والالتزامات، ولكنه اعتذار مليء بالتفاؤل والأمل بتلبية شعبية كبيرة للدعوة الأميرية السامية لاختيار الأفضل والأصلح، وأيضا بهبة شعبية كبيرة للاستمرار بالخارطة التشريعية التي حظيت بما يشبه الإجماع داخل البرلمان، وبالخطوات الإصلاحية الحكومية التي نشهدها تترى وبإذن الله تستمر وتتتابع. إذن هو مشهد مليء بالأمل والتفاؤل، ومشاعري مليئة بالشكر والعرفان لكم. ولا أملك في الختام إلا أن أقول: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شاكر لكم جميعا، وعلى الخير والمحبة والسلام نلقاكم دائما. دمتم ودامت الكويت الغالية بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.